كان اشتغال على المنظومة الإلكترونية اللي غتمكننا من إصدار بطاقة الإعاقة. إذن هذه البطاقة ديال الإعاقة باش نجاوب السؤال ديالكم، أولا غادي تكون تنزيل وتمت الإشارة ليه في واحد بعض الأقاليم في جهة تنزيل نموذجي في واحد الجهة للإحاطة بجميع الإكراهات، ومن أجل إنجاح تنزيل ديال هذا البرنامج وأيضا سيتم تعميمه فيما بعد في جميع الجهات. إذن الخدمات طبعا هي الخدمات اللي منصوص عليها في حقوق الأشخاص في ذوي الإعاقة، فيها الخدمات الصحية، فيها الخدمات الاجتماعية، فيها الخدمات الشبه الطبية، عدد من الخدمات، لكن اللي خصنا نعرفه بغي يكون تنزيل طبعا بصفة تدريجية. وحتى أجيب الأخت اللي سولت على يعني بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة اللي نحن جميعا متضامنين معهم، وهذا على اشتبالكم هاد الحكومة اشتغلت بواحد القوة وبواحد يعني فضل التوجيهات والعناية السامية ديال صاحب جلالة نصره الله باش يتم الإخراج ديال هاد البطاقة اللي كينتظروها الأشخاص في ذوي الإعاقة أكثر من 40 سنة. فإذا كان واحد المجهود جبار لأننا واعيين بالمعاناة ديالهم وحاسين بها. ف طبعا الـ يعني الـ كتكون هناك بعض الـ احنا قمنا بواحد مقاربة تشاركية مع جميع الجمعيات، وتيكون من حقهم انهم يعني كيعبروا على المطالبة بحقوقهم، فهذا متفهم. لكن اللي نبغي نقول الإجابة ان هذا يعني الـ الوقفة اللي كانت من اجل اصدار واحد المعيار باش يخلينا نعرفوا الوضعية ديال الاشخاص في وضعية إعاقة للاستفادة ديالهم من هذه الخدمات. فإذا هذه جات الإجابة اليوم، لأن اليوم خرج المرسوم اللي منح بطاقة شخص في وضعية إعاقة، وغادي يساعدنا كثير باش نحطوا واحد المعايير موضوعية باش حتى شي واحد ما يكون ما يعني باش ما يتظلم وباش يكون الاستفادة من الخدمات. طبعا التنزيل كما قلت بطريقة تدريجية، لأن هكذا كنمشيو في أي يعني أي تجربة جديدة، خاصة أنها واحد القفزة نوعية مهمة جدا اجتماعية وحقوقية وعلى جميع الأصعدة. فإذا هذا التنزيل النموذجي في الجهة غادي يخلينا باش نعملوا الإحاطة بجميع المعطيات باش يكون تنزيل ناجح إن شاء الله قبل التعميم دياله.